السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثانوية العامة. اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الرابعة زي ما عودناكم كل أسبوع، مرة كل أسبوع. قدرات كمي كمل يا جماعة، القدرات الدماغية والبنوك الجزء الثاني. بيقول لي هنا إذا كان س محصورة بين 0 و1، يعني س بتاخد الأرقام مثلا تكون نص، ربع، خمس، أي رقم بين 0 و1، قارن بين 1/s ونص. طيب افرض س، طبعا هفرضها من عندنا بأي رقم محصور بين 1 و س، وأتاخد مثلا تولت، مثلا تولت س تساوي تولت. أصبح عندك يا جماعة القيمة دي عبارة عن 1/1/3، مقام المقام بسط الكسر المتحرك يطلع فوق، أصبح بتساوي كام؟ 3/1/3. طبعا هذا أكبر من نص، يبقى القيمة الأولى أكبر. السؤال اللي بعده بيقول لي حاول قياس زاوية س من بأنها تقع على مركز الدايرة. س في مركز يا جماعة، تمام كده؟ ودي 45، طب ده نص قطر وده نص قطر، يعني ده مثلث متطابق الساقين، يبقى دي كمان 45، مجموعهم 90، مثلث كله 180، إذا دي كمان كام؟ 90 درجة يا جماعة، يبقى دي س بتساوي 90 درجة. سؤال 28، إذا كان عدد الطلاب الذين يدرسون الرياضيات أو الفيزياء 41، والذين يدرسون الرياضيات أو والفيزياء 15، كلمة أو لها معنى، كلمة و لها معنى تاني يا جماعة، والمشترك بينهم، المشترك بين الرياضيات والفيزياء، يعني بيدرس فيزياء وفي نفس الوقت رياضيات، إنما أو كله، الكل. طيب كمل، وعلى الذين يدرسون الرياضيات فقط 13. طيب أبدأ إزاي يا شباب؟ هعمل شكل فين أهو زي كده. أول شيء هنحطه يا جماعة هنا المشترك بين منهم موجود هنا وفي نفس الوقت، طبعا دي اعتبرها الرياضيات والفيزياء. مثلا يدرس الرياضيات والفيزياء 15، هنا يا جماعة 15 اهو. طيب الرياضيات فقط 13. السؤال بيقول لي جماعة ايه القيمة الأولى على طلاب الفيزياء فقط اللي هي نجمعها نجيبها يا جماعة، التانية الرياضيات فقط. طب جبت ازاي؟ قال لي أو أهو كلهم 41، اجمع ده يا جماعة تروح من 41، 13 و15 هيدينا 28، أطرحها من 1 وكام؟ و40، أدي 11 ناقص 8 3، 3 ناقص 2 كام؟ 1، يبقى كام يا جماعة؟ 13، ودي 13 ودي كمان 13، يا جماعة يبقى ناخد القيمة إيه؟ جيم اللي هما متساويتان. أي ميال يشبه مثلث يا جماعة مستطيل؟ طبعا يا جماعة يشابه، شكله يشابه مثلث مستطيل تاني، لازم الطول اسم الطول يساوي العرض اسم الطرد، أو الطول اسم العرض ده يساوي الطول اسم العرض ده يا جماعة. اقسم كده 12 اسم التلاتة فيها 4، طب 18 اسم التسعة هل فيها 4؟ لا متنفعش، متنفعش. هنا 4 اسم التلاتة يا جماعة بـ4 على 3 مثلا، يعني التانية 6/9، 6/9 لما اختصرها على 2 وعلى 3 وعلى 3 يبقى فيها الاتنين فيها كام؟ 3، طبعا لا تساوي، متنفعش. اللي بعد 6 اسم التلاتة بـ2، 18 اسم التسعة برضه بـ2 يا جماعة، يبقى ده الحل الصح اللي عندي، ده الحل الصواب، هو نسبة وتناسب. إذا كان الشكل مربع، طالما مربع يبقى أضلاعه قد بعضه، طول ضلعه 2 والنقطة هي نصف ألف تلت، ده في النص يا جماعة، طالما كله 2 يبقى ده 1 وده كمان 1، وأول نقطة برضه يا جماعة تنصف ده الجيم، ده برضه ده 1 وده 1، ده مربع، تمام؟ أوجد مساحة الجزء المظلل الأحمر ده يا جماعة. مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى المثلث ده عبارة عن نص، ده كده نص في القاعدة بـ1، ارتفاعه بـ2، 2 مع 2 ادينا 1 يا جماعة، ده مساحته 1، وده بالمثل نص في 1 في 2 أهو، تمام كده؟ برضه بـ1، 1 زائد 1 يساوي 2. كل قارن بين الرقم الأولى الجذر التكعيب 27 من 1000 وثانية 3/5. هفوق كده يا جماعة، دي معناها الجذر التكعيبي 27، طبعا تكعيبي مش تربيعي، على 1000. الجذر التكعيبي 27 بـ3، والتكعيبي للـ1000 بـ10، 10 ضرب 10 ضرب 10، 3/10 يا جماعة، وهنا 3/5، لو مقام البسط زي البسط يبقى اللي مقامه أصغر هو الأكبر، ده أكبر يا جماعة، يبقى القيمة التانية أكبر. نعمل ضرب تبادلي برضو عادي، 5 × 3 = 15 مثلا،
10 في 3 ب 30، 30 اكبر من 5 ده اكبر برضه. حل تاني، قارن بين يا جماعة الشكل ده، جايب لي جمع هنا ممكن أوحد الرقم الأول. أول شيء تعمله اخلص من الإشارات، خلاص من العلامات، اخلص من العلامات. أضرب هنا في 100 وهنا في 100 يا شباب، ده في 100 وده في 100. لما أضرب ده المقام أصبح 6، بس حرك فاصلة مخطوطين بقت 6. وأضرب ده في 100 نزود صفر من عندنا بقت 60 على كام؟ على 6 زائد. أضرب ده نفس الشيء، لما أضرب هنا في 100 بقت 6 وهنا في 100 بقت 60. عشان أخلي المقام زي المقام، اضرب هنا في 10 وهنا في 10، أصبحت 600 على 60. المقام زي المقام يا جماعة، هو يبقى هنا 60 زي ما هي، هنا 606. 606 يا جماعة، 606 تمام. اقسم كله على 6 هيدينا 101 على 10. هنحط الفاصلة بعد رقم واحد، بس 101 زي ما هي، نحط الفاصلة بعد إيه؟ رقم واحد. يبقى 10 1 من 10، التانية 10 6 من 10، التانية أكبر. أختار ج ب ب أكبر. أول كلمة سين يا جماعة، طبعا ده سؤال نمط، سؤال نمط. شوف إيه الفكرة اللي ماشية يا جماعة، إيه الفكرة؟ لاحظ عندك 1 زائد 3 4، طب 4 3 زائد 4 7، 4 زائد 7 11، وهكذا يا جماعة. نجمع أي عددين نجيب العدد التالي. فأنا عايز أجيب السين مثلا ده يا جماعة، يبقى 11 زائد 18. نجيب الحد اللي بعده، ها 1 و8 9، أختارها مباشرة مكملش حاجة، أو 1 و1 2 كمان تمام كده. أو بتزود المنومين في الأطفال من الرسم التالي يا جماعة، ده هو أحد عندك هنا زود 90 تمام. قال لي زود النساء 45 يا جماعة، 45 الباقي كام؟ كل الدايرة 360 درجة، 360 درجة. اطرح منها يا جماعة اللي هي 100 كام؟ يعني 360، اطرح منها 90 و45 ب 135، هيديني هذا 225. كم مكعب في الشكل المقابل؟ أحتاج بس يا جماعة المكعب الصف الأول ده تحت هو الموجود فقط. شوف كم هنا، ده 1 2 3 4، واضرب هنا 1 2 3 4 5، 5 في 4 ب 20 يا جماعة. طب الصف اللي بعده 1 2 3، 1 2 3 يدينا 9، يبقى زائد 9، واللي فوق 2 بس، زائد 2 يا جماعة، يبقى 11 و20 واحد وكام؟ 31. السؤال التالي بيقول لك يوضح جدول التالي درجات الطلاب في فصل ما، استخدمه للإجابة عن السؤال التالي. كم عدد الطلاب الحاصلين على أكبر من 7 درجات؟ هنا يا جماعة الدرجة تحت على الطلاب 7 درجات أهي، أكبر منها عد من بعدها يا جماعة، يبقى 4 3 1 تمام كده. هذا 5 و3 كمان، يبقى 8، اختار 8. ما هي نسبة الطلاب الحاصلين على 6 درجات فأقل؟ أجي عند الستة فأقل يا جماعة، أجمع كل دول وأقسم على الكل، دي ادونا كده 10، والكل برضو 10 يا جماعة، 10 تمام كده. يبقى الكل على بعضه 20، معلش 10 و10 20، يبقى هي 10 على 20، يعني 50%. طب ما هي نسبة الطلاب الحاصلين على 7 درجات فأكثر؟ قال لي 7 فأكثر، تبقى أكبر من أول 7 فأكثر كل ده يا جماعة تمام. طب دول كام؟ 2 زائد 4 6، 6 و4 كمان 10، من 20 برضه يا جماعة، يبقى برضه 50% نجاح. الجدول التالي اتضح أن معدل البطالة النساء غير السعوديين أو السعوديات. يا جماعة النساء هنا غير السعوديين، هما الإناث 8 من 10، 8 من 10، 8 من 10، هنا 6 لحد كده، 4 من 10 قلت، 4 من 10 قلت، 3 من 10 قلت كمان تمام. يبقى كده تناقص، البطالة السعودية بين النساء غير السعوديات، تناقص. اختار تناقص. إذا كانت ميزانية الشركة 81 ألف، أوجد تكلفة الضرايب من الرسم. الضرايب اللي هو الأزرق ده يا جماعة 80، هنعمل 80 ضرب 81 ألف وأقسم على كام؟ لو كانت دي نسبة أقسم على 100، لو كان أعداد زي كده أقسم على 360. واختصر، يلا اختصر مع بعض كده، الصفر هنطير مع الصفر ده خلاص. اقسم مثلا هنا على 9 فيها 4، وهنا على 9 واحتمال على 9 فيها 9،
حط كمان ايه 3 اصفار خلاص كده. طيب 8 قسمة 4 فيها 2، طب 2 × 9 ب 18، وحط الاصفار يا جماعة يبقى 18000. شكل المقابل احسب قيمة س، تلاحظ ده مثلث مطابق الساقين ودي قايمة يا جماعة 90، إذن الباقي 90، دي 45، 45 خلاص كده. طب دي كلها زاوية إيه؟ زاوية مستقيمة 180 درجة، 180 ناقص 45 هيديني 135، ده طريقة للحل. في طريقة تانية ممكن نقول لك ده مثلا زاوية خارجة، بتساوي زاوية خارجة بتساوي مين؟ بتساوي زاويتين بعيدتين دي زائد دي، عادي أجمع 90 زائد 45 كده 135. الشكل التالي أقرب زاوية للقطاعات الدائرية للزاوية القائمة يا جماعة، القائمة 90 درجة، لاحظ هنا في نسب، دي نسب يا جماعة هي نسب. طب القائمة دي نسبتها كام؟ القائمة ربع، مثلا دي 1/4 ربع، والربع يعني 25%، أقرب حاجة 25% اللي هو ده القطاع الرابع، أختار القطاع الرابع. الشكل المقابل 50 بول هنا، أكمل مش طبعا، هنا 3 زودنا 2، هنا زودنا 3 يا جماعة، هنا زودنا 8 × 12 = 4 وهكذا، يبقى هنا بنزود 5، إذا اللي بعده بنزود 6 + 17 = 23. المهم الجدار ده يا جماعة هو طبعا جذر 27، عشان جذر 27 ده عبارة عن كام؟ عن 3 جذر 3، مش عارف تيجي إزاي، أقول لكم 27 بحللها على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1، ده تعبر الجذر بواحدة. يبقى 3 جذر 3 يا جماعة، 3 جذر 3 على 3، طرح 3 على جذر 3، اضرب هنا يا جماعة كذا فوق وتحت عشان تخلص من ال من توحد المقام بالمرة، اضرب هنا في جذر 3 وهنا كمان في جذر 3، أصبح السؤال عبارة عن 3 جذر 3 على 3 ناقص 3 جذر 3، جذر في نفسه هتيجي من تحت الجذر برضه يا جماعة، 3 هيدينا في الآخر 0، الحل بيساوي 0. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان فرض عدد أولي، كلمة أولي يعني يكمل القسم على نفسه فقط أو له عمليا فقط زي 3 وال5 وال7 11 و13 وهكذا، أوجد كلمة سين يا جماعة. هنجرب هنجرب، حط سين مثلا بـ4، 4 زائد 5 9 ليس أولي، طب 8 زائد 5 13 أول يا جماعة، اختار أول، اختار التمانية. نيجي للسؤال التالي، أوجد قيمة س، عندي يا جماعة دي 60، دي بتساوي برضه 60 بتقاوم الرأس، بيبقى 50 برضه بتقاوم الرأس يا جماعة، المثلث كله 180، نجمع 60 و50 بـ110، اطرحها من 180 هيديني 70، يبقى س بتساوي 70. قارن بين دي القيمة الأولى والقيمة التانية 20، راح أستنى كل ضرب مع بعضه ضرب، هختصر الأربعة مع الأربعة والخمسة مع الخمسة، تمام؟ طبعا 3 × 4 = 3 يا جماعة، مين باقي لك؟ باقي 2 × 4 = 3، 2 × 4 = 8، 3 × 4 = 24، يبقى القيمة الأولى يا جماعة عندي 24، والتانية 20 يبقى القيمة الأولى أكبر. عددين متوسطهم -10، كلمة متوسط يا جماعة يعني مجموعهم على عددهم. نعتبر مثلا أول س والتاني ص، س زائد ص على 2 بتساوي -10، أفهم من كده إن س زائد ص بتساوي كام مرة ضرب تبادلي؟ س زائد ص بتساوي -20، -20، الفرق بينهم يعني س ناقص ص بتساوي 4 أو 4. لو قلت يا جماعة أجمع الطرفين مع بعض، أجمع المعادلتين، ص تروح مع سالب ص، يبقى عندك هنا 2 س - 20 و4 = 16، لما أقسم على 2 س هتساوي -8، وده الأصغر يا جماعة، -8 هو الأصغر. لو حبيت تجيب الأكبر حط مثلا هنا س -8، وده الطرف التاني بإشارة موجب، تمام؟ هيبقى 20 - 20 - 8 -12، يبقى عندي -8 و -12، أنا آسف -12 هي الأصغر، هو عايز الأصغر يا جماعة، يبقى -12 هو الأصغر، أنا أخطأت وتسرعت في الحل
قلت الأول سنة تمانية، لا لازم أتأكد بنفسي أجيب الحاجة التانية كمان. جبت الأول بسنة تمانية والتاني بسالب 12. تمام، آسف آسف. بقول عندك كتابة برقية فإن أول 15 كلمة بريالين، وبعدها تصبح الكلمة باتناشر ونص هللة. كم كلمة برقية تمنها 5 ريال؟ أطلع أول حاجة الريالين، يبقى عندي أول حاجة أهو 2 ريال عملوا 15 كلمة. بقي لي كام واحدة؟ بقي 3 ريال يا جماعة من ال5 ريال، يعملوا كام كلمة؟ خلي بالك قال لك الكلمة الواحدة باتناشر ونص. طب اتناشر ونص، اتناشر ونص اللي هو 25 هللة، اللي هي ربع الريال يعني، ربع الريال. تمام كده؟ يعني من الآخر أضرب 12.5 هي 12.5 ضرب 8 بيدينا 100، بيدينا 100 يا جماعة، 100. يعني الريال الواحد اللي هي 100 حللة تعمل 8 كلمات. أنا معايا 3 كلمات، 3 في 8 يديني 24، لما أجمع 24 و15 هيدي 39. إذا كان س ب3 أوجد قيمة ص، حط س بس ب3 يا جماعة، يبقى هنا 9. هنودي صاد الطرف ده بإشارة موجبة ونجيب 15 الطرف ده بإشارة سالبة يا جماعة، يبقى 9 ناقص 15 بسالب 6. عدد إذا ضرب في 12 يساوي تربيعه، ما هذا العدد؟ طب نجرب كده، أضرب ده في 12 يا جماعة يساوي 12 في 12؟ لا، إنما 12 في 12 هي نفسها 12 تربيع، 12 ضرب 12 هي نفسها 12 تربيع. تمام كده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.